الباكر ومحمد مبارك. محمد مبارك في هذه اللحظة والبحث عن الزاوية الأصعب، ونعم في زاوية الأصعب كما توقعت. محمد مبارك ينجح في هز الشباك في الدقيقة الخامسة عن طريق هذه التسديدة الرائعة والمتقنة في لحظة أولى من هذه المباراة. نتذكر هنا نشاهد الإعادة والتسديدة الرائعة والمتقنة والسريعة كذلك، بحث عن أسماء، البحث عن من هو جاهز لوديتي السنغال والسيراليون. وهنا الرأسية وفي الشباك عن طريق الخطأ في هذه اللحظة، وهدف التعادل في الدقيقة التاسعة من عمر اللقاء. هنا نشاهد كيف تدخل المدافع بشكل خاطئ جدا، والرأسية التي لم تكن موفقة بكل تأكيد ارتطمت بلاعب كينغستون واكشوط. ضغط من عناصر كينغستون واكشوط في هذه اللحظة، والضغط من لجوات خيوة، التسديدة وفي الشباك، لكن من الخارج على ما يبدو، والتسديدة الجميلة والقوية والسريعة جدا التي كادت تباغت حارس نادي الكونكورد. وعن فك شفرة دفاعات الكونكورد في هذه اللحظة زكريا، والتسديدة في الشباك، لكن كرة سهلة، كرة بطيئة صافرة، وركلة جزاء في هذه اللحظة ضد زكريا الذي على ما يبدو مصابا. صافرة وسي عبد الرحمن، سي عبد الرحمن في مواجهة حارس نادي الكونكورد، والهدف، هدف الثاني لسي عبد الرحمن ولنادي كينغستون واكشوط في هذه اللحظة في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول من هذه المباراة. وهنا صافرة نهاية الشوط الأول عن طريق سارب بكر في هذه اللحظة، تقدم لملوك العاصمة واكشوط بهدفين مقابل هدف في الشوط الأول. مكاولي الزجبي، فودي تراوري، وتسديده وفي شباك، لكن تدخل موفق من دفاعات نادي الكون. عكسية مرة أخرى، بارك عمر للفودي، باري سايدو، والتدخل الموفق من الحارس، والتسديدة مرة أخرى، والحارس الذي يتألق مبارك الجو. تراوري تقطع الكرة إلى أحمد، إلى فودي، إلى باري سايدو، باري 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 بدون أن يكون متسللا، والتسديدة نحو فودي الذي يفرط في هذه الفرصة. في منتصف الملعب دائما رائعة لباري بالمقدمة وحيدا، لكن في مواجهة ثلاث مدافعين ينتظر المساندة، يراوغ، يتوغل، الشلة في انتظار رأسية من هنا أو هناك، ولكن كرة تخرج وتتحول إلى ضربة مرمى. هنا كينغستون واكشوط، هنا النظر في الصافرة في الساعة، وهنا صافرة النهاية وإعلان نهاية مباراة كينغستون واكشوط والكونكورد. هاتريك للكونكورد، ألف مبروك لكينغستون واكشوط الذي خطف النقاط الثلاث.